أعظم ظلم وقع في تاريخ المسلمين الظلم الذي وقع على فاطمة عليه السلام. هذا أعظم ظلم وقع على حجاب الله، على مهجة قلب النبي صلى الله عليه وآله. هذا الظلم ليس ظلم لشخص فاطمة فقط، وإنما ظلم لرسول الله صلى الله عليه وآله، بل ظلم لجميع الرسل والأنبياء والأولياء، وهو عدوان على الله تبارك وتعالى، لأنها عزيزة الله، حبيبة الله، موضع سر الله، محل رضا الله. فالظلم الواقع عليها ليس بالظلم القليل. نحن قاصرون في الحقيقة عن إدراك عظمة هذا الظلم، وهذا واقع، لأن معرفة عظمة هذا الظلم متوقفة على معرفة عظمة المظلوم، ولا يمكن للأذهان القاصرة الفاترة أن تدرك عظمة الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها. وإنما ما ندركه ونعرفه هو النظر إلى آثار هذا الظلم وفداحة هذا الظلم الواقع عليها. يتميز الظلم الواقع على فاطمة سلام الله عليها بمزايا عديدة، أذكر منها ثلاثة فقط. المزية الأولى أنه ظلم تأسيسي، هذا له مكانة السبق والأولية في الظلم الواقع على أولياء الله، منه شرعت مسيرة الظلم على النبي وعلى أهل بيته. منه أول ظلم وقع بهذا النحو من الصراحة ومن العدوان والتمرد وقع على فاطمة سلام الله عليها، فأسس لكل ما يقع من بعده من ظلم وجور. وهذه قضية من القضايا المهمة حتى في فهم التاريخ وفي تحليل التاريخ. المحللون للوقائع والأحداث أول ما ينظرون إليه في الوقائع مبدأ الحدث، منشأ الحدث من أين، ما هي أسبابه، ما هي دوافعه. المزية الثانية أنه ظلم فاضح، لا يختلف اثنان في أن الظلم الواقع على فاطمة مفضوح، يدركه الجميع حتى من غير المسلمين يدركون بهذه الحقيقة. علماء العامة على طول التاريخ حاولوا أن يبرروا لهذا الظلم ويبيضوا بعض الوجوه السوداء التي ارتكبت هذا الظلم على فاطمة، لكن ما من تبرير إلا وينفضح بنفسه، يفضح نفسه. كل المحاولات التي كانت واستمرت ولا زالت إلى هذا اليوم للتعمية والتغطية على هذا الظلم فاشلة، ينفضح فيها المبرر، ينفضح فيه المزيف الذي يريد أن يلمع وجوها
سودها هذا الظل. وهذه مزية خاصة في الظلم الواقع على فاطمة. المزية الثالثة أنه ظلم واضح، هو من القضايا التي حجتها معها، لا يحتاج المتتبع والباحث إلى مزيد من التحقيق والتحري للوصول إلى حقيقة هذا الظلم، لا يحتاج إلى ذلك. قضية واضحة أنها مظلومية كبيرة، وأنه عدوان كبير على أقدس بنات حواء، على أكمل، على بنت أكمل نبي من الأنبياء والرسل. حتى في موازين القوانين العالمية في هذا اليوم هي قضية مدانة بكل المعايير، بكل المعايير، حتى من غير المسلمين، لأنها قديسة في بيتها هجموا عليها وأحرقوا دارها وكسروا أضلاعها وأسقطوا جنينها وهي في دارها، ما رفعت عليهم سيفا، ما قادت عليهم جيشا، ما قالت شيء سوى أنها طالبت بحق من حقوقها، لا أكثر ولا أقل. ثم عدوا صادروا منها حقوقها، صادروا منها نحلتها. أي إنسان منصف يقرأ هذه القضية لا يحتاج إلى مزيد تتبع وتحري، يفهم أن هنا ظلم كبير، هنا ظلم فظيع وقع على فاطمة سلام الله عليها. هذه المزايا الثلاثة للظلم الواقع على فاطمة يخرس الألسن، كل من يحاول أن يخفي هذه الحقيقة أو يسكت عن هذه الحقيقة أو يغض الطرف عن هذه الحقيقة يفضح نفسه. وهذه كتب التاريخ والوقائع والأحداث تشهد بذلك. السكوت على الظلم الواقع على فاطمة خيانة، خيانة عظمى، خيانة مو فقط لفاطمة، خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله.